بعد فاجعتي بغداد وذي قار لم تخف المؤسسات الصحية في النجف مخاوفها من وقوع حوادث مشابهة. مدراء المستشفيات بالمحافظة انتقدوا ضعف النظام الأمني المعني بتوفير الحماية الكافية لتلك المؤسسات وبما لا يتلائم والوضع الصحي الحالي. النظام الأمني الحالي نظام قديم ربما من الخمسينات والأربعينات والستينات والسبعينات ومستمر لحد هذه اللحظة. إنه في مدخل المستشفى 2 أو 3 شرطة محلية، واحد يبدل الثاني، واحد بالمليون يصير حالة تصير كارثة مثل ما صارت بابن الخطيب أو صارت بالناصرية أو صارت عندنا، ومو شرط إنه الأمور كلها فنية. مئات المراجعين تستقبلهم المستشفيات والمراكز الصحية في النجف. يرى مواطنون إن ذلك يحتم وضع آليات تنظيمية وأمنية بالعدة والعدد تكفل منع الإرباك، محملين وزارتي الصحة والداخلية مسؤولية تكرار الحوادث المفجعة. نطالب من الجهة المسؤولة بالصحة من وزارة الصحة من الدولة من رئاسة الوزراء أن يضعون حد لهذه المأساة بكل الطرق. جهات أمنية تكون مسؤولة دخول المستشفيات بدون رقيب. أزود الكاميرات أخليها والناس تقعد عليها، فعلا تقعد على الكاميرات تراقب الدائرة مدار المستشفى. أتكون معلومة أول بارحة صارت القضية، لو ما أكو ناس كانت أكو منتبهة في هاي المستشفى كان احترقت المستشفى. وبالإضافة إلى تراجع مستوى الخدمة الصحية لا تبتعد الإجراءات الأمنية في المستشفيات عن رتابتها وروتينها البدائي، وهو ما فاقم من ثغرات النظام الصحي بحسب متابعين. لجان تحقيقية بعد كل فاجعة لا تعيد أرواح الراحلين للسماء ولا تمنع من تكرار الحوادث الأليمة، أما المواطن فما زال يدفع حياته ثمنا للصراعات والفساد تارة وللإهمال والتقصير تارة أخرى. من داخل إحدى المستشفيات في محافظة النجف، محمد رزاق، قناة التغيير.